طب ما تاخد سنس فرويد في الحته دي. عماد متعب ده المعلم ده اللي ما يتكلم نسكت كلنا. نسمع مبروك لجمهور النادي الاهلي واللعيبه ومجلس الاداره والاتحاد الفني. دي البدايه والشوط الاول، ومش عايزين يعني نفرح النهارده ونبسط النهارده، وبالبكره نبدا نفكر في مباراه العوده، لان انت بتلعب منافس قوي. صحيح. كنت متفوق عليه باحترامك ليه. يا كابتن احمد معلش، يمين شويه شمال شويه، الصوت بيقطع معلش. احترامك للمنافس النهارده الاول خلاك تتحقق نتيجه ايجابيه، واداء اللعيب واداء المدير الفني موسيماني اللي انا واحد من الناس اللي بحبه على المستوى الشخصي بشكل كبير جدا، ويمكن من حسن حظي ان انا كنت موجود معاه في بطوله افريقيا وكنا بنحلل احد اللقاءات، وغير كده كنت اعرف طريقه لعبه واسلوب لعبه في جنوب افريقيا. هو راجل بيلعب كره جميله جدا، وراجل عنده رؤيه كبيره جدا، وكنت بتمنى ان في يوم من الايام يكون موجود مدير فني النادي الاهلي. هو كان اتكلم كمان معايا في الحته دي، الراجل عنده الرغبه، واحنا شايفين النادي الاهلي التطور مستمر. أيوة. من كل مباراه مع موسيماني، وعلى لسه بقول في كل ماتش يا كابتن عماد حته زياده موجوده في الاهلي، كل ماتش فيه حاجه زياده موجوده في الاهلي. بالظبط، يعني هو طور في حاجات كتيره جدا، طور في الاستحواذ وده كان مهم جدا، طور في بناء الهجمه بشكل كبير جدا، طور في اللعب الجماعي، طور في الضغط، دي كلها باينه في الماتشات اللي فاتت. تعامل في مباراه بيراميدز بشكل عبقري، يعني كان بيلعب ناقص واحد وقت طويل جدا، لكن تعامل بخبره كبيره جدا. النهارده تعامل مع المباراه بخبره كبيره جدا، يعني انت ديانج خد انذار كان قلقان شويه من الحكم، مع ان الحكم عمل مباراه جيده، راح تحت ونزل حمدي فتحي، تغيير مروان محسن وانه يحط اجاي قدام، هو بيعتمد على لعيبه الكوره. أيوة. ما بيعتمدش على القوه والسرعه، هو عايز الفرقه تلعب كوره، ودي ميزه النادي الاهلي مطالب انه يلعب كوره، ولعب كوره النهارده جميله جدا، وصل للمرمى في جمل كتير في المباراه. برافو عليك. سجل هدفين وكان ممكن يسجل اكتر، لكن في الاخر مبروك للنادي الاهلي، ويعني مباراه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي والجهاز الفني. الكابتن عماد متعب قال دي بدايه ولازم نفرح، ولكن الموضوع لازم نفكر في مباراه العوده بقى. نقطه. تاني حاجه اشاد بموسيماني واشاد بفكره انه احترم المنافس، رغم انه ده اللي انا كنت عايز اقوله للكابتن سيف. قال لك انا هفاجئهم وههاجمهم وهغلبهم هناك، من منظور احترام قدراتهم، ان انا ازاي انزع الخطوره منهم وبعدين اتعامل مع نقاط الضعف، وده اللي حصل. الثالث حاجه ان اداء الاهلي يتطور من مباراه لاخرى، وقال ان في جمل كتير ظهرت في المباراه وده شغل مدربين. طيب